الرحمن الرحيم. تحية طيبة. أود في البداية أن أقدم خالص الشكر للأخوين روخ واللجنة المنتبة لهذا المهرجان. كان حلما لم يكن حلم حسن الروخ وحده أو الجمعية وحدها، كان حلم مدينة بكاملها. والحمد لله على يدكم الأخ حسن والأخ دريس يتحقق هذا الحلم، فهنيئا مدينة مكناس بولاد مدينة مكناس. عندي شقين في التدخل ديالي. أولا أتمنى كما يتمنى جميع الإخوان الإعلاميين أن يعقب المهرجان لقاء تقييمي لحصيلة المهرجان. غالبا ما كنعيشوا تظاهرات، نعيشوا مهرجانات وما كنعرفوش ماذا تحقق، ماذا لم يتحقق، أين وقفنا، إلى أين يمكن أن نسير. عندي ملاحظة أخرى وهي تحية كبيرة للمنطقين المهرجان لانفتاحهم وهذا الانزياح للدم للجانب الرياضي. الجانب الرياضي في مهرجان ديال السينما هذا راه طفرة نوعية تسجل لهذا المهرجان. اللقاء اللي غادي يكون في القاعة الغطاس إن شاء الله. أود أن أتوجه إلى الفنان القدير والممثل الكبير أستاذ محمود القبيل. اشتغلت بالسينما في مصر بعد مباشرة بعد الانتهاء من العمل العسكري، ثم اشتغلت بالسينما. انتقلت بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة تفوق 14 سنة. اشتغلت خلالها بالسياحة بالزراعة، ثم عدت إلى مصر لمعانقة عالم السينما. فأية إضافة كانت خلال 14 سنة بالولايات المتحدة الأمريكية. ثم اختياركم أو اختيار يونيسكو لسفراء النوايا الحسنة لا يأتي اعتبارا فما هي القيمة المضافة التي يمكن أن تحملها كسفير النوايا الحسنة على هامش شغلكم بالسينما؟ أجدد الشكر للإخوان الروح واللجنة المنظمة. أجدد التعازي للأخ حميد روان وشكرا. وعندي لك سؤال، كاينه مباراة ديال كرة القدم، لعب شوية كرة، لعب مع الفنانين، كاين فريق الفنانين، وكاين مباراة كرة قدم بين فريق الفنانين وبين قدماء لاعبي مدينة مكناس. بغيت نسألك واش كتلعب شوية كرة واش جات معنا في اللعب؟ كتلعب شي كرة؟ شكرا على سؤال حضرتك. انا فعلا بعد فتره خدمت في القوات المسلحه هي بدأت في 64 وانتهت في 73. كان لها فترة في السينما وفي السياحة. كنت بشتغل في مجالين السينما والسياحة. ولما سافرت الولايات المتحدة كان لإدارة مشروع عائلي استثماري زراعي. فكان في جنوب تكساس، يعني على الحدود بتاعت المكسيك. وهناك اتعلمت السباحه في الجامعه. كل حاجه الحقيقه متوفره بالنسبه للتعليم، يعني لقيت نفسي حديد مشروع زراعي مواله. فدخلت الجامعه والتحقت بالجامعه عشان اعرف يعني ايه المواله ونوعيه المواله ونوعيه الاصل والري والكلام ده. بس دايما يعني شغلي ما كانش بس للزراعه،
التحقت برضه بالجامعة وخدت شهادة بزنس ديجري بعد ما جبت ورقة من الكلية الحربية وعملوا نوع من التقدير وبعدين بيدوا لك كريدت معين وبعدين بيقول لك فاضل لك كذا علشان تاخد فخدت في البزنس ديجري والتحقت بالماستر ديجري اللي هو الام بي اي. برضه بجانب كده انا ما نسيتش السينما يعني برضو الحاجه اللي انا بحمد ربنا عليها انها كان بيوفر لي في الولايات المتحده ممكن قوي عاوز تقرا في السيناريو او تتعلم حاجه في السيناريو ففي كورسات معينه يقول لك سمر كورسز في النيو سكول في نيويورك مثلا بروح اقعد لي ثلاث اشهر ادرس قراءه السيناريو والنقد وفيلم لاب اللي هو تخش معالم السينما زي الشغل ده. فكان التملي علاقتي بالسينما موجوده وقراءاتي عن السينما موجوده واهم حاجه اهم حاجه اللي احنا بنتكلم عليها يا جماعه المشاهده. المشاهده الواحد يعني بيقول عاوزين الشعب يتفرج على الافلام على المهرجانات نعمل دورها المشاهده دي بتعلم المشاهده دي بتغير حياه ناس. في فيلم مثلا اتعرض تقريبا الثمانينات اسمه فيلادلفيا وكان توم هانكس بيعمله عن مشكله السيدا. السيدا قبل كده كان كله قالب وعامله اشكالات الجانب الانساني بتاع مرض السيدا اتعمل من خلال فيلم. بعد كده كندا راح تعمل فيلم تاني وما اعرفش ابتدت البلاد تتشجع انها اتكلم عن الموضوع ده وانا بتكلم عن الموضوع ده عشان اول مهرجان كبير اتعمل عن السيدا كان في مراكش وحضرته في سفير النوايا الحسنه وكان جلاله الملك الحسن السادس محمد السادس هو اللي كان مشرف عن هذا المؤتمر العالمي اللي كل وزراء الصحه جم حضروا هذا المؤتمر. فنرجع تاني للمشاهده والفتره اللي انا عدتها في الولايات المتحده ورجعت. كانت طبعا مغامره اللي هي رجعت ليه؟ رجعت بكل صراحه الزراعه مع التغيير في المناخ الموجود في العالم. هذه المنطقه اللي كانت فيها احلى جريب فروت واحلى قطان بصره ويوسفي وبتاع. كان كل 12 سنه او 13 سنه بيجي حاجه اسمها الصقيع. الصقيع بيموت كل الشجر وبي خلص خالص على المحصول. مع التغيير المناخي الصقيع ده بقى يوصل من سنتين ثلاث سنين اربع سنين لدرجه ان الحكومه الفدراليه الامريكيه منعت انها تؤمن اي شجره من اشجار البرتقال بعد التغيير المناخي ده. فالمشروع يعني مش فشل راح رجعت على مصر وكانت مخاطرة ناس كتير جدا انت راجع في نهاية الأربعينات سن الأربعين وهتبتدي ازاي تاني. والحمد لله ربنا وفق الوقت. في هذا الوقت بقى عشان نتكلم عن السينما في هذا الوقت اللي هو 94 كانت مصر بتنتج بس تسع أفلام. كانت فترة اللوم. إيه الميديوم اللي هو كان مرتفع بقى وقاعد مغطي الدنيا اللي هي دراما. فالميديوم بيتغير السينما قعدت شويه في اللو تسع افلام 12 فيلم وبعدين ابتدت السينما تطلع تاني زي ما هي دلوقتي برضو طالعه تاني. النوعيه مش عايزين نتكلم عن النوعيات اكتر من ان في عمل في نشاط فني موجود. اتمنى ان انا غطيت كل حاجه. شكرا. في